بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ففي كتاب تنقيه الأزهرية للإمام الشيخ محي الدين عبد الحميد نستكمل باب التوابع مع النوع الثاني أو القسم الثاني من قسمي العطف. العطف ينقسم قسمين، هناك عطف بيان وهناك عطف نسق. سبق الحديث عن عطف البيان والآن مع عطف النسق. كيف صحتك أنت؟ كيف صحتك؟ شفيتي الحمد لله؟ كفارة بإذن الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعطف النسق أي المنسوق. النسق مصدر بمعنى اسم المفعول، مثل خلق بمعنى المخلوق، فالنسق أيضا بمعنى المنسوق. تعريفه في الفن، تعريفه النحوي: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. فالتابع جنس في التعريف يشمل جميع التوابع من النعت والتوكيد والبدل والعطف. والمتوسط إلى آخره هو القيد الذي يخرج غير عطف النسق من التوابع. المتوسط بينه وبين متبوئه أحد حروف العطف، أن بين النعت والمنعوت لا يوجد فاصل، وبين البدل والمبدل منه لا يوجد فاصل، وبين التوكيد والمؤكد لا يوجد فاصل أيضا، وكذلك بين المبين والمبين، أي بين عطف البيان ومتبوئه لا يوجد فاصل، إنما يوجد الفاصل فقط بين عطف النسق ومتبوئه. فالمتوسط بينه وبين متبوئه أحد حروف العطف هو القيد الذي يخرج به كل ما عدا المقصود، يعني كل ما عدا عطف النسق. وأخرج نحو: عندي عسجد أي ذهب. ذهب تابع لأسجد، أسجد مرفوع وذهب أيضا مرفوع مثله. وأي فاصل بين التابع والمتبوع. قال: فإنما بعد حرف التفسير تابع لما قبله على أنه بيان أو بدل، لا عطف نسق خلافا للكوفيين. أي حرف تفسيري يستعمل لتفسير المفردات أو تفسير الجمل، فإذا استعمل هذا الحرف للتفسير فالمفسر تابع فالمفسر تابع للمفسر، يعني ما بعد أي يتبع ما قبلها في الإعراب، إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر. أقول: مررت بالليث أي الأسدي للجر، الأسد يتبع الليث. رأيت ليثا أي أسدا. هذا ليث أي أسد، ما بعد أي يتبع ما قبلها. إذن والتوابع خمسة أو أربعة بالإجمال. ما إعراب ما بعد أي التفسيرية؟ ما موضعه من بين التوابع؟
الجمهور على أنه بين أمرين، إما أن يعد من عطف البيان، إما أن يعد من عطف البيان، وإما أن يعد بدلا. يجوز عندما أقول هذا أسجد، ما معنى أسجد؟ أي ذهب. الذهب والأسجد بمعنى واحد. ما إعراب ذهب؟ إما عطف بيان وإما بدل. وذهب الكوفيون إلى أنه عطف نسق، وعلى هذا يعدون أي من حروف العطف، وهو بعيد، لذلك خالفهم المؤلف. ولماذا سمي هذا النوع من التوابع بالنسق؟ قال: وسمي نسقا لأن ما بعد حرف العطف على نظم ما قبله في إعرابه ونسقه، في إعرابه ونسقه. والنسق النظم، النسق في اللغة بمعنى النظم. يقال هذا على نسق هذا، أي على نظمه. والاتساق بمعنى الانتظام. طيب، ما هي حروف العطف؟ 10 على المشهور، ومنهم من يجعلها 9 بحذف واحد بحذف العاشر يعني. قال المؤلف: وحروف العطف على الأصح. هذه العبارة دائما تكشف عن الخلاف في المسألة، عندما يذكر العالم شيئا ثم يقول على الأصح أو على الصحيح، فهذه العبارة إشارة إلى الخلاف في المسألة، يعني هناك قول آخر يقابل الأصح، ومقابل الأصح الصحيح على الأصل. ولكن قد يستعمل اسم التفضيل بمعنى الصفة، على الأصح بمعنى على الصحيح، وعلى ذلك يكون المقابل فاسدا. حروف العطف 9 على القول الأصح، بإسقاط إما الثانية. بعضهم اعتبروا إما إذا استعملت في العطف لابد أن تكرر، إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما، إذا ذكرت إما مرتين. فالثانية هل هي من حروف العطف أو لا؟ قال: لا، ليست منها. في نحو: فإما منا بعد وإما فداء، يعني إذا عدت إما من حروف العطف، إذا عدت من حروف العطف فحروف العطف 10، وإذا حذفت فهي 9، والشارح على حذفها، صاحب الكتاب على حذفها، لأن إما الثانية يجب أن تقترن بالواو، والعاطفان لا يجتمعان، إما شاكرا وإما، إما الثانية لابد أن يكون قبلها الواو، إذن والواو حرف عطف. إذا كانت إما حرف عطف أيضا، يلزم من ذلك دخول العاطف على العاطف، وهذا باطل لا يكاد يعرف له نظير، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. قاعدة من قواعد القوم: ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. وهذا ليس في النحو فقط، ليس في النحو فقط، حتى في علوم الشرع وفي الحياة بصفة عامة، ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. جمهور علماء المسلمين على تضليل من يجعل آيات الصفات على معانيها المتبادرة إلى الذهن، ولتصنع على عين. من يجعل العين في الآية بمعنى الجارحة يضلل ويخطأ، يحكم عليه بالضلال، والخطأ في العقيدة هو الضلال بعينه. لماذا يحكم على من جعل ظواهر آيات الصفات
من جعل آيات الصفات أو من اعتقد ظواهر آيات الصفات لماذا يخطأ ويضلل؟ لأن حملها على الظاهر يؤدي إلى تجسيم ذات الباري. وكون الله سبحانه وتعالى كون الباري جسما باطل، فكل تفسير يؤدي إلى تجسيم الباري فهو باطل، ما يؤدي إلى الباطل فهو إيه؟ فهو باطل. إذن جعلوا إما من حروف العطف يؤدي إلى دخول العاطف على العاطف، وهذا ممنوع غير ثابت. وعلى ذلك فالتدقيق أو التحقيق أن تعد حروف العطف 9 لا 10. نبدأ في الحديث عنها واحدا تلو الآخر. الحرف الأول الذي هو أم الباب، الذي هو الأصل في الباب، الواو. الواو هو إيه؟ أم الباب. والأمية في علم النحو بمعنى الأصالة، عندما يقال هذا أم الباب معناه هو الأصل في الباب وغيره محمول عليه، ولا بد أن يكون له من الخصائص ما يؤيد أميته، ما يؤيد أصالته. الواو وهو لمطلق الجمع، الواو حرف عطف يدل على الجمع المطلق، هذا من حيث المعنى. وأما من حيث اللفظ يجعل هذا الحرف يجعل ما بعده على إعراب ما قبله، إن رفعا فرفع، وإن نصبا فنصب، وإن جرا فجر. الواو لمطلق الجم من غير تقييد بالقبلية، من غير تقييد بقبلية أو مصاحبة أو بعدية. إذا استعمل هذا الحرف في العطف يدل على أن ما بعده وما قبله شريكان فيما أسند إلى الأول، الثاني يشارك الأول فيما أسند إليه. أكرمت زيدا وعمرا، الواو تدل على أن الإكرام مشترك بين زيد وعمر مطلقا دون زيادة على هذا المعنى، أي لا تدل على أن المذكور أولا، على أن ما قبل الواو هو المقدم وما بعده مؤخر، لا تدل على هذا المعنى. ولا تدل على العكس، ما قبل الواو مؤخر وما بعد الواو مقدم، لا تدل على هذا أيضا. ولا تدل على المصاحبة، هي تدل على مطلق الجمع فقط، وكل معنى زائد عن هذا يؤخذ من لفظ آخر أو من السياق، أما الواو في ذاتها لا تزيد على هذا المعنى. هذا معنى مطلق الجمع. عندما أقول أكرمت زيدا وعمرا، قد يكون الإكرام لهما في وقت واحد، وقد يكون الأول هو المقدم والثاني مؤخر، وقد يكون العكس، ننظر إلى السياق لنفهم المراد. أما الواو فلا تدل على ذلك. معنى قبلية، أي لا تدل على أن المتبوع هو المقدم والتابع هو المؤخر. أو مصاحبة، لا تدل على الاقتران. أو بعدية، لا تدل على أن ما قبل الواو مؤخر وما بعدها مقدم. وتستفاد القبلية والمصاحبة والبعدية من القرينة، من القرينة. وخير مثال على هذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ركزوا، هذه فائدة دقيقة جدا أذكرها لكم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ربنا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم وامسحوا برؤوسكم ثم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم، قراءتان. نقرب الآية. فاغسلوا، فعل أمر مبني على حذف النون، أليس كذلك؟ والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل. وجوها مفعول به منصوب وهو مضاف كم مضاف إليه. وأيديكم الواو عاطفة، أليس كذلك؟ طيب أيدي معطوف على المفعول به فهو منصوب مثله، العطف بإيه؟ بالواو. إذن هذه الواو تدل على المشاركة بين الأيدي والوجوه في حكم الغسل، تدل على هذا فقط. الواو تدل على أن الأيدي مأمور بغسلها كالأمر بغسل الوجوه، لا تدل على أن الوجوه هي المقدمة على الأيدي أو على الأيدي مقدمة على الوجوه أو الغسل في وقت واحد. الواو لا تدل على هذا المعنى. ولكن نحن عندما نتوضأ نبدأ بغسل اليد ولا نبدأ بغسل الوجه في الفقه، ما هو المقدم؟ الوجه هو المقدم ولا اليد هي المقدمة؟ الوجه، الوجه. إذن هذا المعنى لم يؤخذ من الواو. من أين أخذ؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ النبي ورآه الصحابة ورووا لنا وضوءه، وروايتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الوجه على اليد. إذن الترتيب مأخوذ من السنة. طيب، إلى المرافق جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الأيدي. ثم وامسهوا، الواو حرف عطف أيضا، امسهوا برؤوسكم، العطف بالواو، وهنا من باب عطف الجملة على الجملة. امسهوا برؤوسكم، هذه الجملة معطوفة على جملة فاغسلوا وجوهكم. وامسهوا برؤوسكم. ثم بعد ذلك قال الحق وأرجلكم، الواو حرف عطف، أرجلكم معطوفة على إيه؟ على الوجوه. التقدير فاغسلوا أرجلكم على مذهب جمهور المسلمين. إذن الأصل، أصل ترتيب الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. يعني وأرجلكم إلى الكعبين في الأصل مقدم على جملة وامسحوا برؤوسكم. لماذا أخرى؟ للدلالة على أن مسح الرأس مقدم على غسل الأرجل. يعني نغسل الرجل أولا في الوضوء ثم نمسح الرأس، ولا نمسح الرأس أولا؟ إذن هذا التقديم والتأخير قرينة تدل على أن المسح مقدم على غسل
الرجل. أما الواو في ذاتها لا تدل على هذا المعنى. مفهوم الكلام؟ وهناك قراءة متواترة وأرجلكم فتحمل الكسرة على أنها كسرة المجاورة وليست كسرة الإعراب. الواو عاطفة، أرجلي معطوف على وجوه منصوب مثله، وعلامة النصب الفتحة المقدرة مناء من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. إذن الأطف في هذه الآية كلها بالواو، ومن ثم يقول الفقهاء إن ترتيب أعضاء الوضوء ليس مأخوذا من نص الآية، إنما هو مأخوذ من السنة، إنما هو إيه؟ مأخوذ من السنة، ولكن مما فتح الله على الفقير جعل هذا التقديم والتأخير يفيد الترتيب بين المسح وغسل الأرجل. قدم حتى لا يتوهم متوهم أن غسل الرجل مقدم على مسح الرأس، فلذلك أخر. طيب، الله أعلم. فإذا قلت قال ومنها الظرف، يعني من القرائن التي تدل على الترتيب، تدل على أن ما قبل الواو مقدم على ما بعدها، من ذلك الظرف، مثل إيه؟ جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر، الواو تدل على المشاركة بين زيد وعمر في المجيء، وقبله تدل على أن ما بعد الواو هو المقدم وما قبل الواو هو المؤخر. يعني جاء زيد وعمر قبله، من الذي جاء أولا؟ عمر بقرينة قبله أو بعده. جاء زيد وعمر بعده، في هذه الحالة زيد هو المقدم، هو الذي جاء أولا بدلالة الظرف بعده. وإذا قلت جاء زيد وعمر معه، فهناك مصاحبة بين المتعاطفين، جاء في وقت واحد. من أين أخذنا هذا المعنى؟ من الظرف وهو معه. هل فهمتم؟ فإذا قلت ذلك أو كان عند المخاطب علم بأن مجيء الثاني بعد الأول أو قبله أو معه، كان الأمر على ما ذكرت أو على ما يعلم. ومن ذلك قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. من نوح معطوف على منك، والمخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أخذ الميثاق على سيدنا نوح مقدم ولا مؤخر؟ مقدم، يعني بعثة سيدنا نوح مقدمة على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواو لا تدل على هذا المعنى، إنما عرفنا ذلك من المعلومات السابقة، من المعلومات السابقة نعرف من السيرة ومن آيات أخرى ومن التاريخ أن سيدنا نوحا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المعلومة عرفنا أن ما بعد الواو في الآية هو المقدم وما قبلها مؤخر. والواو لا مدخل لها في إفادة شيء من ذلك. فإذا خلا من ذلك بأن قلت جاء محمد وعلي، وليس عند المخاطب علم بأن أهدهما سابق على الآخر أو أنهما جاء معا، احتمل المعاني الثلاثة على السواء. احتمل المعاني الثلاثة على السواء،
عندما أقول جاء زيد وعم يحتمل أن يكون الأول هو المقدم والثاني مؤخر، ويحتمل العكس، ويحتمل المصاحبة، ولا يجزم بأحد بواحد من ذلك إلا بقرين. وبهذا انتهينا من الواو. نأتي إلى الفاء. الفاء وهو الحرف الثاني، وهو للترتيب والتعقيب بحسب الحال. الفاء تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب، وتفيد الاشتراك بين ما قبلها وما بعدها في المسند، فيما أسند إلى الأول، تدل على الجمع كالواو، والجمع هو الاشتراك فيما نسب إلى الأول، وتزيد على ذلك الدلالة على الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الأول هو المقدم، ما قبل الفاء هو المقدم، وما بعد الفاء هو المؤخر. عندما أقول جاء زيد فعمر، فزيد لابد أن يكون هو الأول في المجيء. هذا معنى الترتيب. والتعقيب تدل على التعقيب أيضا، ومعنى التعقيب أنه لا يوجد فاصل من الزمن بين مجيء الأول ومجيء الثاني. الأول هو السابق، لكن بعد مجيء مباشرة دون أي فاصل وصل الثاني. هذا معنى التعقيب، أي عدم وجود الفاصل. الشاعر يقول، أو قبل ذلك ربنا يقول في القرآن الكريم: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. العطف هنا بإيه؟ بالفاء، لأنه لا، يعني لأن الخلق خلقه فقدره، الخلق مقدم على التقدير، الخلق مقدم على إيه؟ على التقدير. هذا معنى الترتيب. ولأن التقدير يقع بعد الخلق مباشرة ولا يوجد فاصل بينهما. ومنه أيضا قول الشاعر: ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزحق. ألمت فحيت، أي زارت فحيت، استعمل الفاء لأن التهية بعد الوصول مباشرة بلا فاصل، والوصول هو المقدم على إلقاء التهية. إذن الخلاصة أن الفاء تدل على ثلاثة معاني: الأول الجمع، الثاني الترتيب، الثالث التعقيب. والتعقيب يختلف باختلاف الأحوال. نحو جاء زيد فعمر، إذا كان عمر قد جاء بعد مجيء زيد بلا محلة، أي بلا فاصل. ونحو تزوج زيد فولد له، إذا لم يكن بين التزوج والولادة إلا مدة الحمل، يعني أنجبت زوجته بعد الزواج مثلا بتسعة أشهر أو بثمانية أشهر، هنا يستعمل هذا الكلام، أو ستة أشهر يستعمل هذا الكلام أيضا، وستة أشهر هو الأدنى، فولد له. لكن إذا كانت الولادة بعد الزواج بسنتين أو بسنة، لا يصح أن يستعمل هذا الكلام. لا أقول تزوج زيد فولد له على العصر، بل أقول تزوج زيد ثم ولد له كما سيأتي، لأنه وجد فاصل. مفهوم الكلام ولا في إشكال؟ ما الإشكال؟ يعني إذا يدل على سنة، الأقل مدة الحمل ستة أشهر،
والغالب 9 أشهر. طيب إذا ولد للرجل بعد زواجه ب6 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر هناك تعقيب بين الزواج والولادة. هناك تعقيب أي لا يوجد فاصل. كأن بعد الزواج مباشرة وقعت الولادة ولكن في وقتها الطبيعي. إذا جاوزت 9 أشهر ووصل إلى السنة أو 2 سنين أو 3 سنوات وجد فاصل بين الزواج والولادة. هنا لا يستعمل ألفا. واعترض المعنى الأول أي واعترض على المعنى الأول وهو إيه؟ الترتيب بقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أهلكناها. تعملوا معنى الآية فجاءها بأسنا أي فجاءها العذاب. وأهلكناها هنا بمعنى أردنا إهلاكها. أردنا إهلاكها. الفعل في اللغة العربية له إطلاقات يستعمل بالمعنى الحقيقي الدلالة على حصول الفعل في زمن من الأزمنة في الماضي أو في المضارع في الماضي أو في الحال. ولكنه قد يستعمل هنا بمعنى الإرادة. أقول سافر زيد بمعنى أراد زيد السفر لم يسافر. سافر زيد لم يسافر على الحقيقة إنما عزم وأراد السفر فقط. فعبرت عن الإرادة بوقوع الفعل مجازا يجوز مجرد النية. سافر فلان بمعنى نوى وعزم وأراد السفر. إذن أهلكناها في هذه الآية معناها إيه؟ أردنا إهلاكها. فجاءها بأسنا أي فجاءها عذابنا. طيب إرادة الله لإهلاك تلك القرية الإرادة هي المقدمة ولا جاءها بأسنا هو المقدم؟ يعني العفو هذه الآية الكريمة أهلكناها فيها تفسيران. التفسير الأول الذي ذكرته لا شاهد فيه إنما الشاهد في التفسير الثاني. أهلكناها على حقيقته. أهلكناها أي قضينا عليها ماتت ودمرت فجاءها بأسنا. طيب وصول العذاب هو المقدم على الموت على الإهلاك ولا الإهلاك هو المقدم؟ ما معنى الإهلاك؟ الموت الدمار. يعني بعد أن هلكوا وماتوا ودمروا ثم جاءهم العذاب. العذاب هو سبب الهلاك. العذاب هو إيه؟ سبب الهلاك. إذن هو الأول. يعني أصل الترتيب وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها. جاءها بأسنا فأهلكناها. مجيء البأس هو الأول ثم ترتب على مجيئه الهلاك. فعلى هذا التفسير الثاني فالفاء لم تدل على الترتيب في هذه الآية. ما بعد الفاء مقدم على ما قبل الفاء. هذا اعتراض. كيف الإجابة؟ قال وأجيب بأنه على تقدير الإرادة. أجيب على أن أهلكناها بمعنى أردنا إهلاكها كما قلت. وطبعا إرادة الإهلاك إرادة الله للإهلاك مقدمة على مجيء العذاب. يعني لا يأتي العذاب إلا إذا أراد الله الإهلاك. إذن الإرادة هي المقدمة. فالآية متماشية ومتفقة مع القاعدة.
قاعدة أن الفاء تدل على الترتيب. مفهوم الكلام؟ أها. إذا كان في إشكال فقولوا أهلكناها فجاءها بأسنا. هذه الآية في ظاهرها أنها تخالف القاعدة في ظاهرها، يعني إذا كان أهلكناها بمعنى قضينا عليها دمرت، فالقضاء عليها وتدميرها بعد مجيء العذاب وليس قبل مجيء العذاب، فالآية تعارض القاعدة. ومن ثم أولوا، يعني من ثم أول العلماء هذه الآية فقالوا أهلكناها بمعنى أردنا إهلاكها، بمعنى أردنا إهلاكها. واعترض المعنى الثاني، أي اعترض على المعنى الثاني وهو دلالتها على التعقيب بقوله تعالى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوى. أخرج المرء، هذا هو المعطوب قبل الفاء، جعله غثاء أحوى بعد الفاء. طيب ما هو المقدم؟ إخراج المرأة هو الأول ولا جعله غثاء أحوى هو الأول؟ ثم أخرج المرأة هو الأول، جعله غثاء أحوى هو الثاني. طيب هل يوجد الفاصل بين إخراج المرأة وجعله غثاء أحوى أو لا يوجد؟ يوجد في الغالب. وأجيب بأنه على تقدير فمضت فجعله غثاء أحوى، يعني هناك جملة محذوفة بين أخرج المرأة وبين فجعله غثاء أحوى. تقدير الكلام والذي أخرج المرأة فمضت فجعله غثاء أحوى، وعلى هذا تكون الآية متفقة مع القاعدة، قاعدة أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب كما تدل على المشاركة، يعني على الجمع. الحرف الثالث ثم، وهو للترتيب والتراخي. ثم أيضا يدل على ثلاثة معاني: أولا الجمع، الاشتراك في المسند، ثانيا الترتيب، ما قبل ثم مقدم على ما بعدها، ثالثا التراخي وهو وجود الفاصل الزمني بين المعطوف والمعطوف عليه. التراخي أكس التعقيب، التعقيب عدم وجود الفاصل والتراخي وجود الفاصل. نحو جاء زيد ثم عمرو، إذا كان مجيء أمر بعد مجيء زيد بمهلة، وعلى ذلك قال الحق سبحانه وتعالى من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هنا استؤملت ثم لأن بين التقدير، بين تقدير الإنسان وبين ولادته فاصل أقله تسعة أشهر. ثم أماته فأقبره، ثم أماته، هنا أيضا استؤملت ثم لأن في الغالب بين الولادة والموت فاصل، الغالب إذا ولد الإنسان قد يعيش 90 سنة 100 سنة ثم يموت، إذن هناك فاصل في الغالب يعني. الحرف الرابع حتى، حتى في اللغة العربية على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون حرف جر، أن تكون حرف جر كما سيأتي في الحديث عن حروف الجر، مثل سلام هي حتى مطلع الفجر،
حتى حرف جر مطلعي اسم مجرور بحتى، ومعنى حتى إذا كان حرف جر إلى، سلام هي إلى مطلع الفجر. هذا النوع الأول من حتى. أما النوع الثاني فهو أن تكون حرف ابتداء، حرف ابتداء بمعنى أن يكون ما بعدها جملة مستعنفة لا علاقة لها بما قبلها، يأتي بعدها جملة متكاملة، جملة اسمية أو جملة فعلية، كقول الشاعر: فوا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشل أو مجاشع. حتى كليب تسبني، حتى حرف ابتدائي ابتدائية، كليب تسبني جملة مبتدأة، جملة جديدة، جملة ابتدائية. النوع الثالث من حتى أن تكون عاطفة من حروف العطف، ولكن لا يعطف بها إلا بشروط، لا يعطف بها إلا إيه؟ بشروط. كأن هذه الشروط ليست مذكورة في الكتاب، أمليها عليكم. الشرط الأول أن يكون المجرور بها اسما ظاهرا لا ضميرا، اسما ظاهرا لا إيه؟ لا ضميرا. أن تكون عاطفة، وهو موضع الدرس. حتى العاطفة يشترط في كونها عاطفة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المجرور بها اسما ظاهرا، بمعنى لا تجر الضمير، لا يكون المجرور بها ضميرا، لابد أن يكون اسما ظاهرا، مثل حتى مطلع، عفوا ليس هذا، ذاك بمعنى إلى، مثل إيه؟ أكلت السمكة حتى رأسها، رأس معطوف بحتى وهو اسم ظاهر. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بها غاية للمعطوف عليه، أن يكون المعطوف بها غاية لإيه؟ للمعطوف عليه، بمعنى أعلى منه رتبة أو أقل منه رتبة، هو أقل ما يتصور في المسألة. نقرأ العبارة أولا: حتى وهو للتدريج والغاية، يدل على الغاية ويدل على التدريج. معنى الغاية أن المعطوف بها غاية لما قبل حتى، والتدريج بمعنى أن الأمر يقع شيئا فشيئا بحسب القوة والضعف في المعطوف. وقد اجتمع في قوله، يعني الغاية في الضعف والغاية في القوة، في قول الشاعر: قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. الله الله. قهرناكم بمعنى غلبناكم، حتى الكماتة، الكماتة جمع كمي
جمع كمي وهو الشجاع. تفضل ادخل. تعال يا شيخ فاتح. الكمات جمع كمي وهو بمعنى الشجاع، بمعنى قهرناكم حتى الشجعان منكم، فإذا تمت الغلبة على الشجعان فما بالك بإيه؟ بالجبناء والضعاف. إذن الكمات، الكمات فيه تدريج، قهرناكم بدأنا بإيه؟ الصغار شيئا فشيئا حتى قضينا على الشجعان في نهاية المطاف. فأنتم تهابوننا أي تخافوننا حتى بنينا، حتى حرف عطف، بنينا اسم معطوب بحتى منصوب علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والمعطوف علينا ضمير في محل النصب مفعول به تهابوننا حتى بنينا. إذن الكمات في مقام الحرب، الكمات أعلى الجيش، فهم غاية في الفضل والقوة، لكن تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، الأبناء هم أقل من الآباء في الضعف، يعني أو هم أقل من الآباء في القوة، إذن هم أعلى في الضعف، أضعف الناس أولادهم الصغار من حيث الحرب. إذن قهرناكم حتى الكمات، هذا في جانب القوة. تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، هذا في جانب الضعف. قال فالكمات جمع كمي وهو معطوف على الكاف والميم وهي في غاية القوة، والبنين جمع ابن معطوف على نا ومعطوف على نا من تهابوننا، وهم في غاية الضعف لوصفهم بالصغر وبحسب الشرف والخصة في المعطوف. مثال الأول: مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس، كل الناس ماتوا حتى من؟ الأنبياء. فالأنبياء غاية للشرف في الناس، أعلى الناس وأشرف الناس هم الأنبياء. ومثال الثاني: استغنى الناس، أي صار الناس أغنياء، حتى الحجامون. حتى الحجامون، تعرفون الحجام؟ لا تعرفين الحجام؟ تعرفين الحجامة؟ حتى الحجامة لا تعرفين؟ أليس؟ اسأل الشيخ جوجل. اسأل الشيخ جوجل أم معنى إيه الحجامة، ابحثي في القاموس، يعني القاموس المترجم إلى لغتك، نوع من أنواع الدواء الحجام، وهم يعني من أدنى الناس، من أدنى العمل، محنة من المهن، وهي محنة تعد أقل المهن شعنا. فالأنبياء في المثال الأول معطوف على الناس وهم في غاية الشرف، والحجامون في المثال الثاني معطوف على الناس وهم في غاية من الخصة. وفي الحديث: كسب الحجام خبيث. ونكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم نكمل إن شاء الله.